مرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات ديكور مع ولاء. اليوم راح نحكي عن غرف الصاج. الفقرة الثانية من فيديو مالتنا هاليوم هي أخطاء لازم نتجنبها حتى نصمم غرفتنا تصميم صحيح. مثلا عندنا بهاي الصورة دا تلاحظون انه اكو نقشات على الكنتور، هالشي ابد مو محبب، وهالشي صار مثل ما قلت لكم مودة جدا قديمة، بلس انه هي صعبة بالتنظيف، ما راح تنطي جمالية بقد ما انه راح تنطي تفاصيل ممكن اني بعد اسبوع راح امل من عندها. بالنسبة للأبواب، فالأبواب كلها خشبية، كان من المفروض أنه إذا حبيت أنطي شيء أنيق أكثر لهالديزاين أنه راح أخلي مرايا بالطول على الأبواب الوسطية. الملحق أني أقدر أقول ممكن أخليه، ما عندي مشكلة به، وممكن أنه تبقى هاي الأبواب بالطول من راح أفتحها راح يكون الملحق من ضمن أجزاء المساحة الخزن الموجودة بالكنتور. عندي هاي الإضافات اللي على الجوانب كان من الممكن أضيفها لو عندي هذا كل الشكل بسيط، بس حاليا إنه هاي الإضافة والإضافة اللي على هذا الجانب وذني الإضافات أنطت مظهر بعيدا عن الكلاسيكية والأناقة اللي لازم نتبعها بغرفة الصاج. الخطأ الثاني اللي هم من دا ألاحظه أني بالكنتور، مثل ما حكيت عن الملحقات والنقشات الزايدة عن اللزوم، هنا عندنا هاي القطع الإضافية اللي هي مثل الدوشمة جدا ما تنطي أي جمالية للكنتور، لأن هي أصلا غير ملائمة للكنتور، كنت أقدر أستغني عنها بإضافة مرايا. إذا حبيت أسوي مساحة خزن منفصلة حتى لا يبين عندي الكنتور طويل، فأستغل أنه أضيفها بالمجرات أو أزيد من تقسيم خانات الكنتور نفسه، أقسمه تقسيم صحيح حتى أستغني عن إضافة هيك قطعة. مثلا هاي الغرفة النوع من أنواع الأخطاء اللي بيها، ولو أنه لون الخشب ممتاز وجدا أنيق، بس هاي الإضافات جدا عتمت من الغرفة، يعني أنطت تفاصيل زايدة عن اللزوم، يعني هيك أشياء ممكن أنه إحنا نسميها لا كلاسيكية وتنطي فخامة، بس ممكن أنا بكل سهولة أضيف الكلاسيكية والفخامة بنوع القماش، نوع المفارش اللي راح أدخله للسرير أو بالستائر. الكلاسيكية بتعدوا عن إضافتها إضافة جامدة، يعني شلون إضافة جامدة؟ يعني بالأثاث، أنه أدخل الكلاسيكية بالأثاث بعدين ما راح أقدر أغيره، راح يبقى شيء جامد، فأحاول أضيفه بالأشياء اللي قابلة للتغيير، مثلا الستائر، التيبل لامب اللي مجاور للسرير عندي، المفارش اللي داخله بالسرير، ممكن أنه الإضاءة السقفيها تكون كلاسيكية، بس الكلاسيكية الجامدة بتبتعدوا عنها تماما، لأن جد راح تملون من عندهم مستقبلا، ممكن أنه مرة شهر شهرين ثلاثة راح تملون من هاي الإضافة. نجي هسه نحكي عن هاي القطعة اللي هي مثل ما قلت لكم هي مجرات إضافية، تشوفون ان المقابض مالتها هي من اللون الذهبي الصارخ، ما متناسق ويا هذا المقبض نهائيا، اصلا هو شكل المجرات ما متناسق. من الممكن انه انطي مساحة اكثر للمجرات تاخذ طول اكثر، اخلي لها مسكات نحاسية راح تنطيها جمالية اكثر. هاي الإضافات مثل ما قلت الزخارف والحفر والنقشات الزايدة عن اللزوم ابتعدوا عنها نهائيا إذا حبيتوا تصممون غرفة تصميم صحيح. هذا راح أشوفكم مجموعة صور الديزاينات تنسيقها جدا صح، اختيارها ممتاز. نبدي مثلا بالمجرات، إذا راح تشوفون هذا المجر ممكن أنه ينفع مجرات أو ممكن أنه يكون كوميدي جانبي للسرير. انتبهوا على المقابض مالته، انتبهوا على الفينيشينج مال الخشب اللي هو يكون مطفي، ابتعدوا عن الفينيشينج اللي يكون لماع لأن نهائيا ما راح ينطي جمالية للخشب. إذا تشوفون التفاصيل اللي زيدوها على المجرات هي تفاصيل جدا بسيطة من خطوط هندسية، دائما الخطوط الهندسية اللي تكون على شكل إطار على القطعة تنطيها جمالية أكثر. ارتفاع الأرجل ارتفاع جدا مناسب للكوميدي، خلى هاي القطعة تكون قطعة ممتازة. هاي القطعة ممكن انه اغير الديكور اللي عليها بدون ما اتقيد، ممكن انه اضيف بازة زرع، ممكن انه اضيف تيبل لامب، ممكن انه اضيف اطارات صور، ممكن انه اضيف شمع دانات، اي شيء اني يعجبني ما راح اتقيد نهائيا. نتكلم مثلا عن هذا الديزاين للكنتور، يعتبر هذا الديزاين بسيط ما بي اي تفاصيل، مسكاته ممتازة، لون الخشب ممتاز، الفينيشينج مالته مطفي، الاضافات والتفاصيل اللي اضافوها لهاي القطعة ما بيها اي غلط، المراية باختيارها جدا صحيح، موقعها جدا صحيح،
هذا القوس انطاها جمالية. إذا حبينا نضيف أناقة أكثر كان ممكن أنه نخلي المراية بدرجة تظليل معينة حتى أنه تتناسب ويا لون الخشب، حتى ما يكون أكو فرق بينها وبين الخشب فرق قوي. نحكي مثلا عن هاي الغرفة، انتبهوا للون، اللون غامق باعتبار أنه الغرفة واسعة، نسبة ضوء الشمس اللي داخل جدا ممتازة. شوفوا التنسيق ما بين أرجل السرير والكوميدي والميستواليت، انتبهوا على مساحة الخزن اللي موجودة هنا جد كبيرة، المراية تصميمها جدا أنيق، لوح رأس السرير هو خشبي. هنا بكل سهولة راح أضيف كوشات، ما راح تكون عندي تقليد لأن لوح الخشب اللي تابع للسرير جدا بسيط، ما بيه تفاصيل هواية. نوع من أنواع الذكاء الإضافة المصمم من هاي الغرفة هو مساحة تخزين لتخت السرير حتى أضيف من مساحة الخزن اللي عندي، وبنفس الوقت أقلل من عدد القطع اللي ممكن أضيفها حتى تأخذ مساحة خزن أكثر. من أكثر الديزاينات اللي أنا أحبها بالسرة هو لما يكون إنه لوح الرأس قماش، وخاصة إذا قماش غامق، هالشي راح يخليه يستمر وياي فترة أكثر بدون ما تبين بيه الأتربة والأوساخ، راح ينطي جمالية كلش للغرفة ويكون مسند ممتاز للرأس. هنا عندي هذا الديزاين أتبعه بالغرف الصغيرة، يكون عندي السرير مرتفع عن الأرض، راح ينطي جمالية كلش حلوة للسرير، بين انه كلاسيكي ريفي اكثر مما هو كلاسيكي فخم. هنا اللي يحبون البساطة بالذوق، يحبون شيء مزج ما بين الكلاسيكي والحديث، ممكن انه يتبعون هذا الديزاين بحيث ما راح تتقيدون باضافة اكسسوارات الغرفة المودرن، راح تكون عندكم حرية اكثر انه تضيفون اشياء تواكب المودة بالديكور اكثر. نجي للجزء الأخير من حلقتنا اليوم وهو الأكسسوارات والمفارش والإضاءة وألوان الجدار اللي تناسب هيك غرفة. أول نقطة أحب أحكي عنها إنه كل هالأمور ما راح أختارها إلا بعد ما تكون الغرفة نصبت موجودة بالمكان، يعني بعد ما تكون عندي كل قطع الأثاث ترتبت بموقعها الصحيح، بعدها راح أجي أشوف شنو الأشياء اللي راح أخليها وتكون مكملة للديكور. أبدي بمساحة ما فوق السرير، مثل ما تعرفون إذا كان الهيدبورد عالي راح أضيف ديكورات على الجوانب أستغني عن الديكور الموجود فوق السرير، أما إذا كان لوح الرأس واطي ممكن أنه أضيف ديكور فوق السرير، أما لوحات أما مرايا أو شمعدانات جدارية يكون فتشي متناسب ويا الذوق الكلاسيكي الطاغي على الغرفة. بالنسبة للكوميديات الجانبية ممكن انه اضيف انارة، وهي احسن خيار وممتاز لأي شخص ما يحب يجازف ويضيف قطعة ممكن انه ما ترهم، اضيف تيبل لامب جانبي على الطرفين او ممكن على طرف واحد اذا حبيت انه يكون الشكل للديكور غير متناظر، يعني ممكن انه اضيف تيبل لامب على هاي الزاوية، ممكن انه اضيف على الزاوية الثانية مجموعة كتب او شمعدان او فازة للورد. التيبل لامب ينطي إضاءة، خصوصا أعتمد الإضاءة الشمسية الفاتحة أو التدرجات، ممكن أن يكون التيبل لامب نفسه بلوح تحكم بشدة الإضاءة، أختارها من تدرجات اللون الشمسي من هاللون من الإضاءة، لما يجي ينعكس على الخشب راح ينطي جمالية بشكل رهيب. راح أشوفكم مجموعة من الديكورات اللي ممكن أنه تعتمدوها ويا غرف الصاج. عندنا مثلا هنا مثل ما تشوفون إضافة التيبل لامب على الجوانب، لوح الرأس عندي واطي، ضفت هنا مرايا إطارها متناسب تماما مع إطار السرير، أنطت جمالية للغرفة بشكل رهيب. لما أجي أضيف ديكورات فوق السرير لازم أخلي ببالي أنه إذا الهيدبورد عندي عالي أستغني عن إضافة تفاصيل هواية على المكان اللي يكون فوق السرير، أما إذا الهيدبورد واطي ممكن أنه أضيف لوحات، ممكن مراية، ممكن إطارات صور، فحسب الارتفاع الهيدبورد اللي عندي. أما بالنسبة للألوان اللي ترهم ويا غرف الصاج اللي هو خلينا نقول بالمطلق ويا اللون البني، أنصحكم أنه تروحون على صفحتي على الإنستغرام تشوفون الفيديو اللي نزلت به عن الألوان اللي تتناسق ويا البني بشكل ممتاز. عندكم راح تشوفون مجموعة كلش كبيرة من الألوان، من الخردلي للزيتوني للمشمشي، التدرجات الوردي الفاتح، تدرجات البيبي بلو، حتى تستفادون من عنده. شكرا لكم على المتابعة، إن شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقة، لا تنسون أنه تضغطون لايك، تسوون سبسكرايب للقناة، وانتظروني بحلقات
جايه.